تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ استقبال ملاحظاتكم وآرائكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. هذا محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وأيضا معنا في الاستوديو الدكتورة ندى. حياك الله دكتورة. أهلين يا محمود، صباحك خير. حسيتي أني أنا مثل هاي مع الكابتن مع الطيارة قاعد يتكلم، يبغى يقول المسافر ويخلص عشان تقلع الطيارة. هي لأن اليوم عندنا مواضيع ساخنة نبغي بس ناخذ فيها أكبر وقت. أرقام التواصل معنا دكتورة حافظتهم ولا ذكرهم أنا؟ 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006. أيضا موضوعنا اليوم بيكون إن شاء الله عن عدد من المواضيع الساخنة حقيقة واللي تهمكم مستمعينا بشكل كبير. كل التحيات لمنسقتنا في البرنامج حمد المعيوف، وفي الإخراج معنا اليوم محمد الصفار. صباحك الله بالخير. أيضا نبتدي دكتورة بالإعلام الاجتماعي، بتكون معنا الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بنور سرور خي محمد. إيش حالك يا أسماء؟ أهلين دكتورة. شو عندك رسالة اليوم إيجابية؟ اليوم رسالتنا كل ما زرعت في عقلك الإيجابية كل ما كان ما كنت أكثر سعادة وإنجازاً، فطريقة تفكيرك تحدد نجاحك. جميل يا أسماء. جميل. شو عندنا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع أمس اللي كان دكتورة ندى الملة تحدث بعيد عن أهمية الكالسيوم. في الفلارات اللي تطلع في التلفزيون أهمية الكالسيوم. جميل جميل، فإن شاء الله صار هذا ترندنج الحين في مواقع التواصل. ترندنج مرة واحدة تبغينا؟ ما دام تكلمنا عن أهمية الكالسيوم على الأقل يعني. أنت سوي لي ترندنج يا أسماء. يعني وايد أشخاص يعني يتكلمون عن الكالسيوم لأن في أشياء ثانية تنقص الكالسيوم، حتى الشمس وفيتامين دي وغيره كلهم مرتبطين ببعض، وجزاك الله خير دكتور على النصائح. غير هذا في نصيحة يمكن الناس ما يعرفونها لإعادة برمجة حاسة التذوق فتقل رغبتها للسكر، يحتاج اللسان 20 يوم. جميل، هاي مع مبادرة شهر بدون سكر. هاي مبادرة شهر بدون سكر، الحمد لله أن في مجموعة من الأشخاص أن بعدهم مستمرين. أمس كملنا أسبوعين والناس ويانا أسبوعين بدون سكر مصنع، لأن السكر ما يحتوي على أي فائدة ولا يعني شيء الوحيد يحتوي عليه هو الكالوري السعرات الحرارية. نتكلم عن السكر المصنع ما نتكلم عن الخبز وغيره. شكرا لك يا أسماء، وطبعا نشهد الجميع أنهم يأخذون هذه المبادرة. شكرا لك يا أسماء على الرسالة الإيجابية وعلى الأخبار مالت اليوم، وصباحك سعيد. ايضا دكتوره ما ننتقل الى موضوع جميل جدا، هو يعني نحن كملنا على صدور ملحق البيان الصحي سنه كامله. هذا الملحق اللي تقدمه هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي اللي هي صحيفه البيان، وطبعا بعد النجاح اللي حققه هذا الملحق في نسختيه الورقيه والالكترونيه طوال العام صار عندنا تقييم لهذا العمل المتواصل، ويسعدنا أن نتعرف أكثر على هذا التعاون المثمر. معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام. صباحك الله بالخير يا أستاذ أحمد.
صباح النور والسرور. مرحبا بالتين اخوي محمود. اهلا وسهلا. الله يسلم. طبعا دكتور استاذ احمد عشان تطلعينا في الاعلام لازم يعني تسوين وايد اشياء بس عشان تسحبينا في مداخله على السريع. انسان مشغول مشغول اكيد عشان شيء. زين دكتور اذا في البدايه بتحدثنا عن بدايه التعاون بين هيئه الصحه وصحيفه البيان لاصدار حقيقه اذا ما يعني بسمي هذا المنتج الاعلامي فبسميه بالمنتج الاعلامي الهادف. صحيح. صباح الخير عليك وعلى الأخوة المستمعين. أنا ما بدكتور على فكرة يعني. نحن تعودنا حتى أنا استوي الدكتور. على العموم يعني شكرا لك يعني الاتصال والمداخلة. أكيد ما في شك أن نحن نتشرف أن نتعاون مع هيئة كبيرة مثل هيئة الصحة وإصدار ملحق تخصصي. اليوم تعرف الإعلام صار تخصصي أكثر. صحيح. والقارئ يبغي يعرف أشياء تخصصية أكثر في حياته. فالملحق أمانة يعني متخصص وأسبوعي وهذا طبعا يتطلب مجهود كبير من إدارة التحرير ومن نفس الوقت من هيئة الصحة. والحمد لله يعني في استمرارية. الحين كملنا سنة الملحق فيه معلومات طبية تخصصية صار مرجع للناس يعني مرجع أسبوعي في كريديبيليتي يعني في نوع من الثقة. صحيح. لأنه طالع من مكمن هيئة يعني محترمة ولها لها لها تاريخها يعني ومن صحيفة كذلك يعني لها تاريخها. فدائما المواد اللي تطلع تكون مدققة ومراجعة بشكل كبير. بعدين نرجع يعني مرجع أسبوعي وأنت اليوم ما موجود هنا عندنا في المنطقة مرجع أسبوعي في الصحة. نتكلم منطقة عن منطقة الخليج تقريبا ما في مرجع أسبوعي في الصحة. والملحق يعني 12 صفحة كم كبير من المعلومات. الملحق يطلع بشكل ما تقليدي يعني في انفوغرافيكس في نوع من يعني في نوع من التميز ما اقدر اتكلم عنه بشكل كبير يعني اعتقد القراء والناس اللي يشوفونه ممكن يحكمون اكثر. الملحق في نفس الوقت منتشر لان نحن نشتغل عليه في الديجيتال يعني الديجيتال الحمد لله عندنا المنظومة قوية فتلاقيها على الويب سايت تويتر فيسبوك يعني السوشيال ميديا اللي عندنا فماخذ انتشار وبعد أكثر من انتشار محلي يعني عبر الفضاء إذا نقدر نقول. أعتقد أن التجربة ناجحة بكل المقاييس يعني. أكيد إحنا لو تذكر أمس لسنا راجعنا يعني السنة الماضية وشو اللي ممكن نسوي في السنة الجاية. أعتقد أن يعني مجهود مشترك ننسب للجميع وفي النهاية يعني الفئة المستهدفة القارئ أو الإنسان اللي عايش في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات إنه يعرف الأمور الطبية الأساسية اللي يعني تبعده عن المشاكل الصحية إن شاء الله. صحيح أستاذ أحمد. مثل ما ذكرت أنت الملحق فيه كمية إنفوغرافيكس جميلة بحيث أتوقع أي حد يشتري جريدة البيان أول شيء يلفت انتباه الألوان والجرافيكس الموجودة في ملحقكم الصحي. إنزين أستاذ أحمد لو تقولنا عن قيمة الشراكة. طبعا هي هيئة الصحة تعتبر مؤسسة خدمية وأنتم مؤسسة إعلامية فلما يكون في شراكة مثل بين بين المؤسسات المختلفة الخدمية والإعلامية كيف حدثنا عن قيمة هالشراكة لما تكون المؤسسات المختلفة في الدولة. والله أول شيء يعني نحن نمشي على الاستراتيجية العامة لخطة إمارة دبي في المقام الأول. اثنين الشراكات دائما تقرب الناس من بعض. الإعلام دائما شريك للكل يعني شريك للتعليم والصحة والشرطة للكل. صحيح. فأنت لما تسوي شراكة بشكل أسبوعي على مدى سنة وجهات النظر تكون أقوى المنتج يكون بشكل أفضل المراجعات اللي تستوي على المنتج هذا تطور بشكل أسرع يعني كل هاي الأشياء عوامل وايد مساعدة في الشراكات. وبعدين اليوم احنا كلنا منظومة واحدة يعني نخدم دولة الإمارات العربية المتحدة ونخدم الناس اللي موجودة على أرض الإمارات. فكل ما تكون عندنا شراكات كل ما يكون المنتج أقوى يوصل بشكل أفضل في جودة أفضل. نحن سعداء بالشراكة مع الأخوة في هيئة الصحة وهم من الشركاء الاستراتيجيين الكبار اللي نحن نتعامل معهم يعني من سنوات. لكن نتكلم عن شراكة يعني قريبة ودائمة وبشكل أسبوعي أعتقد أن هذا الملحق قربنا من الأخوة وإحنا بعد قربنا منهم بشكل كبير.
بالعكس كانت هي فكره جميله في البدايه استاذ احمد. انا بس احب اذكر المستمعين ان نحن لما انطلقنا قبل سنه كانت هناك تحضيرات وكان في عندنا هذا التخوف من نجاح هذا الملحق، ولكن ولله الحمد بجهود جميع الأطراف والعمل كفريق واحد استطعنا أن نخرج بهذا الملحق اللي أنت ذكرت أنه قيمة علمية حقيقة تضاف إلى يعني ما أبغى أعطيها حجم كبير أكبر من حجمها، ولكن المادة العلمية اللي موجودة في هذا الملحق مادة يعني تستاهل أن تكون مرجع للعديد من المواضيع الطبية سواء على مستوى دولة الإمارات أو حتى على المستوى العالمي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والمزيد من أطر التعاون. أنا اللي أعرفه إن شاء الله بتكون هناك المزيد من المشاريع المشتركة ما بين صحيفة البيان وهيئة الصحة في الأيام القادمة. أكيد أكيد إن شاء الله، وشاكر لك الاتصال ويعني ما قصرتوا، ونحن نشكركم بعد عبر الإذاعة ونشكر المستمع واللي عنده أي ملاحظة نحن يعني متقبلينها وإن شاء الله متطورها إن شاء الله تعالى. الأستاذ أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام كان معنا عبر الهاتف للحديث عن مضي عام على ملحق البيان الصحي. صفار نحن طفنا الفاصل، لكن إن شاء الله ما نطلع فاصل قصير. بعد الفاصل شو عندنا دكتورة؟ عندنا لقاء مع الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية. الدكتور بيحدثنا عن حقوق المرضى وما أعدته هيئة الصحة بدبي لإسعاد المتعاملين وبعض القوانين اللي مفروض أن نحن نعرف عنها كمتعاملين مع الهيئة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم من بعد الفاصل لمواصلة فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا مثل ما ذكرنا قبل الفاصل أن هيئة الصحة في دبي تعتبر مؤسسة خدمية، ومن هذا المنطلق فإنها تعمل جاهدة على تحقيق رضا المتعاملين وأسعادهم وخاصة المرضى منهم، وتسعى الهيئة أيضا وتحرص على توفير خدمات صحية بشتى الطرق تحفظ حقوق المرضى وتصون خصوصيتهم، وفي الوقت ذاته في إطار من الضوابط العامة التي تحدد حقوق وواجبات المرضى. من أجل ذلك أولت الهيئة تنفيذ وثيقة حقوق وواجبات المرضى جل اهتمامها، وذلك انطلاقا من رسالتها والتزامها بتقديم كل ما هو أفضل من خدمات ورعاية صحية متكاملة. حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع القانونية المهمة يسعدنا يكون معنا اليوم في الاستوديو الدكتور أحمد سليمان مدير الشؤون القانونية في هيئة الصحة في دبي. حياك الله دكتور، صباحك خير. صباحكم نور، نورتنا في الاستوديو. نوركم. دكتور مثل ما تحدثنا ما نتكلم اليوم عن بعض المواضيع منها حقوق وواجبات المرضى. هذا موضوع مهم جدا أن يجب على المستمعين أن يعوم بشكل كبير، لأن مثل ما هم لهم حقوق عليهم واجبات. فخلنا في البداية نتحدث عن القسمين هذين دكتور، شو هي حقوق المرضى وشو هي الواجبات اللي عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا شكرا على هذا اللقاء. بالنسبة لحقوق وواجبات المرضى، طبعا حاليا في صحة دبي في هناك وثيقة خاصة بحقوق وواجبات المرضى، لكن مع وجود التشريعات الجديدة مثل تعديل قانون المسيرة الطبية، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فهناك أصبحت في حقوق جديدة ودرجت في هذه التشريعات. في المقابل هناك أصبحت في التزامات في واجبات جديدة على المتعاملين. يعني واحدة من الحقوق مثلا اللي هي الحقوق الثابتة للمريض اللي نقول عنها الحق التبصير، بمعنى أن الطبيب عليه التزام أن يبصر المريض بالمرض اللي يعاني منه، وإذا كان مثلا كان ناقص الأهلية يرجع مثلا لولي أمره أو مثلا الشخص المسؤول عنه قانونا تبصيره بالمرض وبالطرق العلاجية المتوفرة على أساس المريض أو من يمثل قانونا يتخذ الإجراء اللازم أو القرار لازم القرار صحيح في إجراء العملية أو أخذ العلاج اللازم. قانون المسيرة الطبية طبعا يضمن كثير من هذه الحقوق. واحدة من هذه الحقوق كنا نعاني مثلا في الفترة السابقة فيما يتعلق بالسن الأهلية، اليوم يقطفل مثلا صغير يراجع أي عيادة، هذا يعتبر طبعا ناقص الأهلية، هل بالإمكان أن يعطى العلاج؟ كان طبعا في إشكالية قانون في هذه المسألة، التعديل الأخير التشريعي أصبح بالإمكان أن يعطى الجرعة الأولى لهذا الطفل، ومن ثم التعليمات الطبية والأدوية هذه مثلا
يتم التنسيق فيها مع ولي أمره بحيث أن الطفل هذا لا يرتكب ارتكاب خاطئ مثلا، بمعنى قد يأخذ الأدوية دفع وحده هم بعرف هذه صحيح. الأشياء بالضبط. يعني على هذا الموضوع دكتور، كانت هناك حتى مداخلات في برنامج أبو عمر صبح عليه، كان برنامج البث المباشر في فترات سابقة، على موضوع أنه واحد مطرش عياله على عيادة من العيادات ما طاعوا يعطونه العلاج لأنه جاي مع الخدامة وما في الولد قاصر، فشو اللي يتصرفون فيها في هذه الحالة؟ طبعا هذه كانت طبعا هي جزء منها طبعا يشتركون فيها كممارسة خاطئة لها نفسهم. اليوم لما أبعث الطفل مع الخادمة على سبيل المثال، الخادمة ما عندها السيطرة على هذا الطفل صحيح، يعني فبالتالي وحتى من ناحية قانونية الخادمة لا تمثل الطفل القانونية، فبالتالي الطبيب إن عطى بعض العلاجات وعطى الأدوية والطفل تصرف خاطئ وترتب عليه أضرار بالطفل، أول شيء الوالد راح يشتكي على الطبيب صحيح. أنت السبب صحيح. وإذا ما عالجه بيشتكي عليه أنت ما عالجت ولدي، فكل الحالتين يعني كانت في هذه الإشكالية. معظم الخدم عندهم مشكلة اللغة يعني نعم. صعب هي صعب تفهم الكلام يعني، معظم حتى عربي وإنجليزي ما يعرفون محمود يعني ميون العيادة ما تعرف أي من هاللغتين فسوي هال. فعشان شيء كان التعديل التشريعي إنه يعني إنه نعطى الجرعة الأولى من العلاج وبعدين يستكمل علاجه مع الأمراض. أنتوا ما عندكم لغة ثالثة دكتور؟ والله من أثيوبيا شو؟ على أساس ما حد سمعها. زين كمل دكتور. في مجموعة واجبات يعني كانت مثلا من بعض الحالات إن الوالد لما يشوف مثلا ولده مثلا قد يكون في حالة مثلا مرضية جدا سيئة لأسباب ما يقول أنا بطلع الولد، طبعا بطلع الولد وين بتودي؟ بتودي البيت، هذا راح تكون مضاعفات قد يوصل لمرحلة الوفاة، فبالتالي أصبح في ضابط انك انت اليوم كولي امر اذا بتطلع طفلك من المنشاه الصحيه بعد ما يتم تبصيرك بالخطوره، بعد ما توقع التعهد بانك تنقله الى منشاه صحيه ثانيه، بحيث اذا ما التزم بهذا التعهد اصبحت انت مخالف لالتزام نص عليه قانون المسؤوليه الطبيه. كان في اشكاليات مثلا من المرضى فيما يتعلق بعمليات تغيير وتصحيح الجنس هم كذلك يعني كان في اشكاليه مثل هذا بنتكلم عنه الدكتور ان شاء الله في الفقره الاخيره من برنامجه ما نعطي حقه هذا الموضوع. لكن انا ابغى ارجع لموضوع اللغات كذلك دكتور، ان اللي انا اعرفه ان القانون يكفل للمريض ان توفير اللغه المناسبه للتواصل معه. نعم. وعندنا في هيئة الصحة تقريبا كم لغة ممكن نتواصل مع المرضى؟ أعتقد معظم لغات العالم موجودة. يعني موجودة. موجودة عندنا بعد قائمة بكل الموظفين يتحدثون اللغات المختلفة. يعني مثلا أنا يعني مريض يتحدث لغة معينة من صينية أو فرنسية وأنا ما أعرف أتفاهم معه، ممكن أدخل على الموقع ونطلع الموظفين اللي يتحدثون هذه اللغة فيساعدنا في التواصل معهم. جميل. طيب دكتور انت عندك سؤال قلتي لي تبين احنا تكلمنا عن حقوق واجبات المرضى بشكل عام. في كثير من المتعاملين يقول لك انا كيف اعرف شو هي حقوقي كامله يعني، فهو شو المصدر الاساسي نقدر نوعي المتعاملين او نرشدهم انه يروحون لهذا المصدر يعرفون حقوقهم وواجباتهم كامله لما زياره اي منشاه صحيه عندنا في الهيئه؟ بالنسبه للحقوق والواجبات طبعا المصدر الاساسي هي التشريعات، لكن هيئه الصحه في دبي على سبيل المثال مثلا في عندك كتيب خاص من حقوق والواجبات وحاليا شغالين على تحديث الكتيب بناء على التعديلات التشريعيه اللي حصلت في نهايه 2016. التواصل مع القنوات الموجوده في هيئه الصحه مثلا نحكي اداره الشؤون القانونيه، اي 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 تواصل يكون معنا باي وسيله كانت مثلا الاستفسار عن اي طريقه قانونيه عن اي شغله قانونيه مثلا متعلقه بحقوقي وواجباتي كمريض نحن على تم الاستعداد ان نجاوب عليها. عند برامج الحلقه تكون يعني حاليا هي برامج داخليه على مستوى الهيئه في هذه المسائل، لكن ان شاء الله في 2017 راح تكون عندنا خطه ان تكون عنهم كذلك برامج توعويه على مستوى الاماره بالتنسيق مع بعض الجهات التعليميه بحيث ان نحن ننشر هذه الثقافه، يعني شو لك من حقوق بس انتبه ترى عليك واجبات. صحيح. الواجبات هذه دكتور خلينا نفصل فيها، شو بعض الواجبات اللي تصير على المرضى؟ وايضا دكتور يعني انا ما ابغي اتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل، لكن للاسف هذه ظاهره موجوده يعاني منها اطباء الهيئه ولا الاطباء بشكل عام، نظرا الى يعني بنقول الاعتداء سواء كان لفظي جسدي على الاطباء القانون يكفل حقهم، يكفل بعض الامور الخاصه فيهم لضمان يعني حمايه هؤلاء اللي يعملون في السلك الطبي. ليش؟
يعني بعد ما ألوم الناس يعني أحيانا الواحد عنده حالة خطيرة ولا عنده شيء نفسيته منهارة دكتور يدخل، والأطباء للأمانة هم يراعون هذه المسألة بشكل كبير، ولكن في بعض الأحيان توصل مرحلة متقدمة من الاعتداء الجسدي حتى عليهم. في حالات موجوده يعني، لكن تعرفت الانسان لما يكون مثلا في حاله مرضيه او عنده مريض في المستشفى مثل ما تفضلت يعني، هو يكون في حاله نفسيه قد يتصرف بعض التصرفات الغير صحيحه يعني، وقد تكون تشكل جريمه جزائيه في حق هذا هذا الشخص. انت ما تقدر انك تلومه، وفي نفس الوقت بهم كذلك ما تقدر انك ما تلومه يعني، في كلا الحالتين يعني صحيح. عندك امور نفسيه، لكن في المقابل الطبيب هذا هم كذلك طبيب، حتى لو نفترض انه مثلا أخطأ أو أخرك في بعض الإجراءات، طبعا هذا ما يعطيك الحق أنك تعتدي عليه، راح يشكل جريمة جزائية. وعندنا بعض الحالات نحن نتدخل فيها، نحاول نصلح فيها ما بين الطرفين، يعتذر مثلا المريض مثلا للطبيب وتنحل، لكن في بعض المسائل قد تصعد مثلا، لا تكون أمور مثلا على صعيد أكبر، فبالتالي تصعد مثلا الجهات القضائية. نعم. دكتور أحمد، طبعا ممكن وايد متعاملين يقولون ليش يكون في وثيقة، ليش لازم يكون في وثيقة تقول حقوق وواجبات المتعامل عندي أنا في الهيئة بخصوص الخدمات المقدمة، فلو ممكن تقولنا عن أهمية وجود مثل هالوثيقة، وأن الناس لازم تكون على اطلاع فيها سواء المتعاملين أو حتى الموظفين في الهيئة. المسائل ترى دائما متعلقه مثلا بالاثبات. اليوم انا كمريض اساس اني اثبت ان هذه من حقوقي، فبالتالي عندي وثيقه مكتوبه، ونفس الشيء بالنسبه لاداره المستشفى اساس ان تثبت ان هذه واجبات عليك كمريض، فهناك في وثيقه مكتوبه يعني صحيح. ولازم يتم تعميمها اساس الكل يلتزم فيها. اذا ما كانت موجوده راح ندخل في عمليه ان ما في نظام، ما في قانون يحكم الطرفين، بترجع للقواعد العامه، القوانين، التشريعات الاتحاديه والمحليه، والمريض والطبيب يعني ما يجدون لغه قراءه هذه التشريعات، عشان شيء تبسط على شكل مثلا نقول عن كتيبات وما شابه ذلك. جميل. نحن دكتور ما نوقف مع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتكلم على بعض المواضيع اللي ممكن قد تكون حساسه شويه، منها قانون تغيير الجنس ان شاء الله، منها ايضا رفع اجهزه الانعاش متى يتم ذلك وكيف ولماذا، وغيرها من المواضيع اللي يجب أن نوعي المجتمع بها، قوانين مهمة جدا يجب على المستمع أن يعيها ويعرف حقوقه وواجباته من خلالها. إذن أرقام التواصل معنا دكتورة كم؟ 6-0-0-5-5-1-4-1-4 ورسائلنا الصية على 4-0-0-6 4-0-0-6 للرسائل النصية، و 6-0-0-5-5-1-4-1-4 للتواصل معنا. بعد الفاصل إن شاء الله بنستكمل الحوار مع الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا نتحدث عن بعض القوانين والحقوق اللي وضعتها أو وضعها المشرع لضمان حقوق المرضى ما لهم وما عليهم، ومعنا في الاستوديو الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة بدبي. دكتور، نحن تحدثنا عن وثيقة حقوق وواجبات المرضى، الآن سوف نتطرق لبعض المواضيع اللي يعني استجدت في الساحة الإماراتية، منها قانون نقل وزراعة الأعضاء، منها بعض المواضيع اللي ممكن قد تكون شوية يعني الناس ما يتكلمون عنها بشكل كبير. لكن ما نبتدي بموضوع نقل وزراعة الأعضاء، هذا القانون شو أهم الشغلات اللي يجب أن يعيها المجتمع في هذا الصدد، وعلى ماذا نص القانون دكتور؟ قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية طبعا نظم عملية نقل الأعضاء ما بين البشر. من أهم النقاط الموجودة في القانون اللي هي عملية حظر التجارة، بمعنى إذا بتتبرع بلا مقابل مادي، إذا كان في مقابل مادي دخلت في 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 مخالفة في موضوع تجاري، وبالتالي في شق جزائي. القانون نظم العملية النقل ما بين الأحياء ونقل واللي النقل من شخص مثلا متوفي. النقل ما بين الأحياء مثلا من الضوابط اللي موجودة أن يكون نقل حتى الدرجة الرابعة في العائلة، وما بين الزوجين بس بشرط وجود علاقة زوجية ممتدة لأكثر من سنتين.
أكثر من سنتين. أكثر من سنتين. أساس ما تكون في شبهة إنه والله قد تكون في تجارة غير مباشرة. واحد زوج مثلاً وحده بعد شهر شهرين يأخذ عنها عضو مثلاً. هذه من الضمانات اللي حطاها المشرع. أما بالنسبة للأموات فبالتالي المشرع هذا أخذ حياتها يعني. بس طبعا في النقل ما بين الاحياء انك بتنقل عضو بطريقه ان الطرف الثاني ما يترتب عليه وفاته مثلا او صحيح. يعني واحد عنده مثلا كليه وحده ما يجوز انك تنقلها مثلا. اما النقل من الاموات فبالتالي هنا مفتوح لكن في ضوابط معينه. يعني بمعنى انت كانسان من حقك في حال حياتك انك توصي بعدم نقل اي عضو من جسمك بعد وفاتك. وبالتالي الوصيه لازم تحترم. ومن حقك انك توصي بالنقل. فاذا وصيت بالنقل كان 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 للجهه الصحيه ان 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 هي بناء على الوصيه هذه تطبق الوصيه وتنقل مثلا او تستأصل منك بعض الاعضاء. هاي نقطه مهمه دكتور. كذا شخص يجي العياده يقول هل يعني تشوفون في الغرب عند غير المسلمين يقدرون يوصون ان انا اتبرع باعضائي كلها بعد الوفاه؟ فكان يسالون هل في قانون هيئه الصحه انا اقدر اوصي ولا؟ فهي نقطه مهمه ان يقدرون. هي موجود. نعم موجود. هو بس عشان نوضح ان القوانين هي مش فقط قانون هيئه الصحه والقانون يصدر من تحدي من سيدي رئيس الدوله الله يحفظه يا رب. طيب دكتور كانت في نقطه بعد تبغى تضيفها في هذا الجانب. نفترض ان لا وصى بالنقل ولا وصى بعدم النقل في هذه الحاله المشرع هم كذلك على اساس انه ما يحرم الناس اللي قد تكون محتاجه لبعض الاعضاء من عمليه النقل، لكن حط طبعا ضوابط معينه ان تكون موافقات مثلا بتسلسل معين يبدا من الاب بعدين الاكبر الابناء ابن الوحيد في الدوله الجد تقريبا هم 8 تسلسلات موجوده في الماده 17 من القانون. جميل. الان ما ننتقل الى موضوع اخر دكتور هو موضوع عمليات تغيير وتصحيح الجنس. هذه العمليات يمكن الفتره الاخيره بدنا نسمع عنها بشكل كبير. صحيح. والناس بالعاده ما تحب تذكرها على الملأ يعني. لأنه مرتبطة شوي بعض العادات صحيح. والتقاليد صحيح. في هذا المجال وأصلا دينيا بعد كذلك فيه لها بعض ضوابط وفي لها أمور. فلو ممكن تكلمنا دكتور أحمد عن قانون بخصوص تغيير وتصحيح الجنس. المشرع هنا في قانون المشروع الطبي قانون 4 فرق ما بين التغيير وما بين التصحيح. أصبح التغيير غير جائز. التغيير بمعنى أنك أنت مظاهرك الجسدية من ناحية طبية أنت ذكر أو أنثى مثلا فبالتالي ما في مجال أنك تغير إلى جنس الآخر. وفرض عقوبة مشددة هنا الحبس اللي هي ما تقل عن 3 سنوات واللي توصل حدود الحبس حق منه حق اللي سوى العملية ولا اللي بيسوي العملية؟ كل اللي يخضعون لعملية تغيير الجنس بيعتبرون مخالفين. حتى الطبيب اللي سوى حتى الطبيب العملية. حتى الطبيب طيب واحد سواها برا وياه هنا دكتور برا انت ما تروم تعاقب على شيء استوى برا لكن هنا بالنسبه له يا البلاد انت طالع مثلا بجنس نقول مثلا ذكر رديت البلاد طيب كيف راح تتعامل؟ يعني يتوقع هل هم كذلك بالنسبه للجهات القضائيه لما سيقدم طلب اساس تغيير بياناتي ما راح تتم موافقه لان الدوله لا تجيز عمليه تغيير الجنس فبالتالي راح اظل عايش باوراق ثبوتيه كاني ذكر صحيح. وفي الواقع انا تحولت الى انثى مثلا حتى دخول البلاد بيكون صعب هو طالع البلاد بجوازه مكتوب فيه جنس معين وبيرجع بجنس اخر اصلا الا اذا رد مثلا بشكل يوحي انه هو تقريبا ما غير يعني هذه صحيح. اما التصحيح فبالتالي هي مساله طبيه وحتى كذلك حتى يوم اشتغلنا في في, في القانون ان هي مساله شرعيه يعني اليوم انت شخص واحد قد تكون عنده الاعضاء التناسليه مثلا للجنسين فبالتالي انت هنا تغلب جنس على جنس صحيح. اخر فبالتالي يعني هذا الشيء جائز شرعا والقانون طبعا حط ضوابط معينه وجود لجنه مختصه الجهات الصحيه الحكوميه هي اللي تدير العمليه فحوصات معينه تدخل الطبيب النفسي لكن انت راح تعيش مثلا بحاله جنسيه معينه بعد ما توافق هذه الشروط هذه كلها يجوز للجهه الصحيه ان تجريها عمليات التصحيح فقط من دون تغيير. جميل. دكتوره في بعض المواضيع اللي تخص عملية أن أحيانا يكون هنالك شخص ميت سريريا حالته الصحية أنه هو ميت سريريا ولكن موجود على قيد الحياة بالأجهزة أجهزة الإنعاش أجهزة الإنعاش يعني صحيح محمود إيه يعني هو 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 وجوده هل هو حي ولا ميت؟ هذا بيد رب العالمين ما نتكلم عنها ولكن هنالك بعض الضوابط القانونية اللي وضعها المشرع في عملية رفع أجهزة الإنعاش. هذه المسألة دكتور يمكن وايدين ما يعرفون عنها فيريد توضح لنا إياها. طبعا هذه المسألة من المسائل الشائكة نوعا ما. صحيح. قانون الصحة الطبية قانون 2008 والتعديل الأخير حط نص صريح أن لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه.
لكن لما اشتغلنا على مشروع القانون كانت فينا كم كذلك في فتوى من دار الشؤون الإسلامية مع على المستوى المحلي وعلى المستوى الاتحادي بأن يجوز في حالات معينة أنك ترفع أجهزة الإنعاش. شو هي الحالات؟ طبعا الحالات هذه إذا توقف القلب والتنفس توقف تام ونهائي أو توقفت جميع وظائف المخ. لكن بالرغم من ذلك القانون عشان يطبق تطبق هذه الحالة لابد يكون هناك بيطلع قرار من وزير الصحة بيبين المعايير الطبية الدقيقة اللي على ضوها يجوز للجهات الصحية أن ترفع الأجهزة. اليوم النص موجود لكن القرار الوزاري لن يطبق حاليا. إنزين دكتور أحمد بخصوص هذا الموضوع في بعد مسألة ممكن تقول شائكة ثانية هي عدم مثلا أنا أحط أن لو سمح الله إذا وصلت حد وصل المستشفى ميت لا تنعشوني في هذا الـ Do Not Resuscitate أو DNR هل القانون عندنا في الإمارات ولا هاي يشمله؟ نعم يشمله. طبعا هنا عدم الإنعاش بعد فيه هناك ضوابط معينة يعني نص عليها القانون في المادة 11 اللي هي نقول مثلا إذا كان المريض يعاني مثلا من مرض غير قابل للشفاء استنفذ كل طرق العلاج العلاج راح يقدم له أصبح مال الجدوى الطبيب المعالج ينصح بعدم الإنعاش القلبي الروي إذا توافرت هذه الشروط وفي تقرير من لجنة ثلاثية من ثلاث استشاريين بأن توافرت هذه الشروط هذه كلها يجوز عدم إنعاش المريض. لكن مع مراعاة أن المريض قد يكون مثلا في 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 فترة علاجه في المستشفى طلب أنه لا أنا لو دخلت في غيبوبة وكل الشروط هاي توافرت لكن بالرغم من ذلك لا انعشوني لا تخلوني أنا بالطريقة هذه. طيب إذا 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 ما وصأه مثلا ما 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 كتب هذا الشيء هذا ما قدم هذا الطلب يجوز الجهة الصحية إذا توافرت الشروط إن هي ما تنعش. بس طبعا هنا حنتكلم عدم انعاش بمعنى هو مش موجود على جزء الانعاش. صحيح. لو موجود على جزء الانعاش تكلمي عن الجزء الأولي اللي هي رفع جزء الانعاش في الحالتين اللي طرقنا لها وقلنا مع وجود القرار الوزاري اللي بين المعايير الطبية الدقيقة. صحيح. في حد طالب الاتصال بالمسج شوفي لي يا حمدة دكتور يعني مسألة أن تفويض عملية نزع الأجهزة هذه عن الشخص اللي متوفي سريريا تقريبا ووضع المسؤولية هذه بقرار من وزير الصحة فيعطي يعني ضوابط كبيرة لهذه العملية. نعم. ويوضح أن علشان أنا أنزعت الأجهزة مو مسألة بسيطة جدا يعني الواحد ممكن يتخذ هذا القرار على مستوى إدارة المستشفى أو مستوى الطبيب لا يجب أن يكون هناك قرار من وزير الصحة في هذا المجال. هني دكتور من ننتقل لموضوع آخر موضوع قد لا يقل أهمية عن مسألة النعاش الطبي هي قانون المسؤولية الطبية بشكل عام في دولة الإمارات. يا ترى إذا كانت هنالك بعض الأخطاء الطبية التي تحصل وإثبات أن هنالك خطأ طبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في هيئة الصحة هنالك بعض آليات العمل اللي تقوض هذه المسألة. فخلينا نتكلم عن الأخطاء الطبية وقانون المسؤولية الطبية بشكل عام. قانون المسؤولية الطبية 2008 والتعديل الأخير طبعا نظم عملية الأخطاء الطبية. النظام اللي كان موجود سابق في قانون 2008 أنك أنت إذا 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 عندك شكوى على خطأ طبي عندك ثلاث جهات أنت تقدم يا تقدم شكوى إدارية للجهة الصحية المختصة أو تقدم بلاغ في الشرطة إذا كانت العملية متعلقة مثلا بشق جزائي أو أنك ترفع دعوة مدنية أمام المحاكم لطلب التعويض إذا كان هناك ضرر مترتب على هذا الخطأ. كان تم تشكيل طبعا لجان ثلاثية لكل حالة ويتم دراسة الحالة. لجان طبعا هذه في النهاية راي فني هي لجان خبرة. لجان ثلاثية من ثلاث استشاريين متخصصين في نفس المجال. أنت تشتكي مثلا والله في خطأ طبي مثلا متعلق مثلا في علاج مثلا القرنية يشكل استشاريين متخصصين في هذا المجال يبدون طبعا في إجراءات طويلة متعلقة بإعداد التقرير الطبي. بعد موعد التقرير الجهة المعنية أو اللي قدمت لها الشكوى تدرس التقرير هذا. التقارير هاي تعتبر تقارير خبرة وبالتالي هي غير ملزمة للجهات الثلاث. لكن على أساس أن ناخذ بالتقرير أو ما ناخذ به أو نعدل عليه على سبيل المثال لابد يكون قرار الجهة قرار مسبب. يعني المحكمة إذا ما بتأخذ تقرير اللجنة هذه لازم يكون قرارها مسبب. نفس الشيء بالنسبة للجهة الصحية. القانون الجديد عدل في العملية عمل نوع من الضمانات للمريض وعمل نوع من الضمانات للطبيب. مثلا الضمانات المتعلقة بالمريض اليوم راح تكون في لجنة مسؤولية طبية على مستوى وزارة الصحة هي الصحة أبو ظبي هي الصحة دبي.
الجهات الصحية اللجنة هذه دورها كل الشكاوى الطبية سواء إدارية أو جنائية في الشرطة نيابة أو من المحاكم تعرض على اللجنة هذه وهي لجنة ثابتة. اللجنة هاي بعد ما تبحث وتطلع قرار تطلع مثلا توصياتها أو قرارها القرار يكون قابل للطعن فيه خلال 30 يوم لك أنت كمريض. فبالتالي هاي من ضماناتك أنك أنت إذا أنت مو بعد بأنك تغريرهم تتظلم على هذا القرار. إذا ظلمت راح يعرض الموضوع على اللجنة العليا للمشورة الطبية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء. قرار اللجنة العليا للمشورة الطبية راح يكون قرار نهائي. في المقابل الضمانات بالنسبة للطبيب الإجراءات المتعلقة بالأمور الجزائية النيابة ما راح تحرك الدعوة الجزائية ما راح تتخذ أي إجراء ضد الطبيب لين ما يطلع قرار اللجنة العليا للمشورة الطبية. في السابق إذا كان مثلا في تقرير خطأ طبي من قد يكون من لجنة مثلا خبرة أولية وقفوا بالإمكان أن مثلا يكون في أمر قبض إحضار على الطبيب خاصة إذا مثلا ما قدروا يوصلوا مثلا لعنوانه وفي حصلت مثلا بعض الحالات. دكتور هذه أنا أبغى أسألك فيها الحين ما أدري دكتور إذا توافقين الرأي ولا لا. إذا كان هذا مذنب بالفعل زين ما توافقيني على طول لا هو إذا كان هو مذنب دكتور رأي فني أستاذي فبالتالي يعني هو ما نقول أنا رأي قطعي الرأي القطعي بيكون صادر من طيب. قبل المحكمة. الفكرة وين دكتور؟ الفكرة أن إذا هذا الطبيب بالفعل يعني كان عنده خطأ طبي أو شيء معين أدى إلى ضرر على مريض هذا الضرر قد يمتد على مرضى آخرين كذلك إذا تم على رأس عمله وهو يمارس هذه المهنة. الآن الفكرة اللي أنا أتحدث عنها شو هي الضوابط اللي ممكن الواحد يعيها في مسألة أنه يشوف أداء عمل هذا الطبيب. أنت هنا عندك طبعاً في تشريعات تنظم هذه المسائل. يعني أنا مستوى مارد بي قرر مجلس التنفيذي قرار 32 سنة 2012 بخصوص تنظيم مزاولة مهنة الصحية في مارد بي. أعطى الصلاحية للمدير للهيئة والجهة الإدارية المختصة بالإيقاف الاحترازي يتوقف الطبيب احترازياً لمدة معينة من الزمن لما تنتهي التحقيقات. طبعاً هذا بناء على لابد تكون عندك معطيات قوية بالفعل وجوده في ممارسة المهنة قد يشكل خطر على الأفراد فترة متوقفة ليه ما تخلص أنت من إجراءاتك. ممتاز. الضمان اللي قلنا عنها الجزائية هذه أصبحت بالنسبة للطبيب بإضافة إلى شغلة ثانية. قبل في قانون المسؤولية الطبية السابق كان يحاسب الطبيب على مجرد ارتكاب الخطأ. اليوم في قانون المسؤولية الطبية الجديد القانون فرق ما بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير وبالتالي في الخطأ اليسير ما راح يكون في شق جزائي لكن حقك يا مريض ما راح يضيع. أنت إذا متضرر من كان ترجع للدعوة المدنية ومحكمة تحكم لك بالتعويض. الخطأ الجسيم هم كذلك القانون طبعا نظم العملية بحيث أن يطلع لائحة تنفيذية بقرار من مجلس الوزراء يحدد اللائحة تحدد معايير الخطأ الجسيم اللي على ضوها اللجان المسؤولية الطبية راح تشتغل على هذه المعايير. جميل دكتور أنا هني أبغى أسألك عاد أنت بما أنك أنت طبيبة أحيانا المريض يتوقع أن الطبيب عنده عصا سحرية ممكن أنه يعالج كل شيء موجود فيه صحيح. يعني يفترض أنه هو يعالجه فيقول إذا ما صارت إذا ما صار العلاج مثل ما هو يبغي أو صارت بعض المضاعفات اللي على العلاج هذا سواء كان يسمونه الآن الأطباء في آلية عمل معينة أو بروتوكولات معينة يتبعونها في العلاج وهذا اللي يحدد القانون هل تم اتباع البروتوكولات الطبية أم لا لكن هل معنى ذلك أن هذا اتباع البروتوكولات الطبية بما أورده القانون وبما أوردته الدراسة العلمية في هذا المجال ممكن ما تكون مناسبة للعلاج في بالنسبة لهذا المريض هني هل يتم محاسبة الطبيب أنه هو أخطأ طبيا؟ اثنينتكم ابغى اشوف ناحيه الناس اللي يشتغلون هذا الشغل دكتور انه بناخذ الناحيه القانونيه. شوف محمود عمل الطبيب مثل ما قلت المريض لما يجي عند الطبيب هو يتوقع ان هذا الطبيب يعطيه الحبه السحريه او عنده العصا السحريه وبيشفيه من جميع مشاكله. طبعا أفشي دائما نقول علاج بيد رب العالمين احنا مجرد سبب. مثل ما نقطه مهمه ذكرتها محمود ان ممكن نقول كيف نحمي حقوق الاطراف مثل هذه. يعني لما المريض يدخل عندي العياده ويتسكر الباب لا يوجد طرف ثالث يحمي لأن لو المريض طلع وتشكى ورفع عليه قضية شو اللي يحميني أنا في خلال هالفترة الاستشارة الطبية لأنه ما في طرف ثالث لحماية خصوصا المتعامل طبعا ما في طرف ثالث يكون موجود اللي يحمي الطبيب هو الدوكيومنتيشن أو الكتابة عندنا. لو تلاحظ هيئة الصحة في خلال السنوات السابقة دائما في تحديث عندنا في الأوراق الفورمات اللي احنا نمليها للمرضى بحيث تكفل حقوق الطرفين كل شيء
يقول الطبيب للمريض لازم يسجل في ملف المتعامل. وهذا هذا بعد يودينا حق نقطة ثالثة اللي هي مسألة أن المرضى أو المتعاملين يقولون شحق التأخرون شحق ما أدري كذا ليش؟ لأن صحيح. فيها آليات عمل وهي خاصة بمعايير صحيح. الجودة والتميز صحيح. في هذا المجال. وصارت مشاكل قبل مع الدكاترة أن في مريض طلع الشكة أو رفع عليهم قضية أو صار أي شيء بين المريض والمتعامل، اللي يحمي الطبيب أولا وأخيرا هو كل شيء كتبه في الملف. خليني أخذ رأي الدكتور، رأي القانوني. رأي القانون. طبعا هنا بالنسبة للطبيب المضاعفات الطبية المتعارف عليها الطبيب لا يسأل عنها، يعني أنت مثلا بعد العملية جراح عملية جراحية مثلا قد يكون في عندك نزيف، قد يكون مثلا بعد ما تأخذ دواء معين قد يكون في عندك دوخة، فبالتالي الطبيب لا يسأل عن المضاعفات، لكن يسأل عن المضاعفات إذا ما تابعها بعد ذلك. أهمل هذه المضاعفات وما تابعها وترتب عليها مثلا ضرر معين راح يسأل عنها. جميل. الخطأ الطبي طبعا قانون المسألة الطبية في المادة 6 حددنا مثلا عناصر معينة تعتبر في شكل خطأ طبي، لكن خطأ طبي بشكل عام يقول عنه الإخلال بالتزام. صحيح. أنت كطبيب التزامك هل التزام بعمل، بمعنى أن تقوم بشيء معين والامتناع امتناع عن عمل، عندك هذا الالتزام عليك هذا الالتزام، امتناع عن عمل بمعنى عدم إفشاء أسرار المريض، القيام بعمل مثلا أداء العملية الطبية مثلا بالطريقة المناسبة، هل التزامك ببذل عناية أم تحقيق نتيجة؟ الأصل التزامك ببذل عناية بمعنى أنت مش مسؤول عند عدم تحقق نتيجة بمعنى عدم شفاء المريض. صحيح. إلا في بعض الحالات اللي يقول عنها مثلا هذه التزامات متعلقة التزام بعمل، فبالتالي مطلوب من عندك نتيجة معينة. طيب دكتور، نقطة إفشاء أسرار المريض. نعم. هذه بعد القانون كفلها كذلك بعدم إفشاء أسرار المريض، وأيضا معالجة المريض بدون رضا في إفشاء أسرار المريض. طبعا قانون العقوبات الاتحادي هو نظم عملية الإفشاء بشكل عام. أيه. قانون المسألة الطبية نظم العملية فيما يتعلق بعمل الطبيب. طبيب. نقول عن الملف الطبي، محتويات الملف الطبي ملك للمريض، فبالتالي ما يجوز نطلعها للعامة إلا حسب ما نص عليه القانون. صحيح. يعني من الجهات اللي جوزي أنا أبشي فيها الأسرار إذا كان مثلا الإفشاء الأسرار، إذا المريض بروحه طلع كل شيء. يعني أحيانا حتى نسمع في الإذاعة واحد طالع يقول والله أنا صرت المستشفى فيني كذا 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 وما أدري كذا 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 كذا، والطبيب قال لي شيء شيء شيء، وهو طلع التاريخ الطبي كله. إذا المعلومة انتشرت عند العامة ما أصبحت في حكم المعلومة السرية. صحيح. فبالتالي لكن فوق هذا لو حتى المريض مثلا هو تكلم مع العامة، أنا كطبيب يفترض علي أخلاقيات من الطب ان لو اصبحت معلومه هاي عامه انا بعد ما اتكلم فيها، انا مالي مصلحه أيه. مالي مصلحه فيها. صحيح. انا بامكاني مثلا المعلومه هاي قد تنطلب من عندي مثلا من جهات قضائيه في قضيه معينه، قد اكون متهم في قضيه معينه ادافع عن نفسي امام الجهه القضائيه، قد يكون طلب من قبل شركات التامين، شخص مقدم طلب على التامين على الحياه طبعا ويدينا الطلبات، بامكاني ارد على شركه التامين. جزئيه مهمه جدا هي اللي افشال اسرار ما بين الزوجين. يعني بمعنى الزوج من حقه يطلع على اسرار الزوجه، والزوجه من حقها تطلع على اسرار الزوج، وهذا النص صريح طبيا. طبعا هو يقول لك اسرار طبيه دكتور، الاسرار الطبيه طبعا اذا كان في مصلحه. اسمع في الجرايد يقولون بطلت التليفون تنسجل ست شهور. الامور الطبيه طبعا يقول لك اذا كان في مصلحه، وانا عن نفسي ما اشوف ان في شيء يمنع، يعني لا في شيء مثلا نقول عن مرض مثلا عند الزوجه، الزوج ما له مصلحه، والعكس صحيح. حتى لو قد تكون امراض مش متعلقه بالامور مثلا الجنسيه ما شابه ذلك، قد تكون امور متعلقه حتى لو بالسمع بالنظر باي شغله ثانيه. صحيح. بتكون مهمه بالنسبه للطرفين. الحياه انا الوقت يعني ما شاء الله بسرعه مر علينا. صحيح. وفي وايد محاور ما تكلمنا عنها، بس انا بخلي الكلمه الاخيره اذا تسمحي لي الدكتوره حق الدكتور يقول لنا اي شغله دكتور نحن سهينا عنها او كان موضوع وايد مهم ما تطرقنا له، فلك دقيقه بس سامحيني فيها. انا بتكلم بشكل عام، يعني هنا بالنسبه لنا نحن فيما يتعلق برد مره ثانيه حقوق وواجبات المرضى، يعني نتمنى ان المريض يكون حليم نوعا ما. مثلا انت اليوم صح جاي تعبان في حاله نفسيه معينه، ترى انت ما تعرفهم، كذلك الدكتور مثلا احتمال عنده 4-5 حالات يشوفها في نفس الوقت. يختلف المكان اللي انت متواجد فيه، مثلا في مركز الاصابات الدكتور قد يكون جدا مربوش، في لما يكون عنده عمليه طبعا هو كذلك بعد يعني باله مشغول بشغله معينه. فنقول حق المريض خليك حليم مثلا في تعاملك، بنقول حق الطبيب هم كذلك راعي الحاله النفسيه للمريض، اساس في النهايه تراكم انتوا الاثنين تكملون بعض في العمليه الصحيه. ما تحركين راسك شي دكتوره، وايد متاثره بالكلام. عجبني كلام الدكتور احمد. نحن شاكرين لك دكتور احمد سليمان، مدير اداره الشؤون القانونيه في هيئه الصحه بدبي،
وشكرا لك دكتورة ندى. شكرا لك يا محمود. وأيضا أنا بس آخر رسالة يعني شدد عليها الدكتور أحمد، مسألة أن مراعاة ظروف الطبيب، وأيضا إذا عندك أنت أي ملاحظة على الطبيب ما في داعي تعتدي عليه لفظيا أو جسديا، هنالك القنوات الكثيرة اللي ممكن تتواصل فيها مع الهيئة وتوصل شكواك، وبيتم اتخاذ التحقيقات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد. عموما مستمعين، نتمنى أن تكون حلقة مفيدة لكم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي و دكتورة ندى الملة، وحتى نلقاكم هذه أيضا تحيات مخرجات نمية بن أبيات، في التنسيق معنا حمد المعيوف، وكل الشكر لفريق قسم الإعلام في الإعداد، ودمتم بصحة وسعادة. بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.